مبادئ الدبلوماسية المغربية، أننا ما كان كنعلقوش على التصريحات ديال الرؤساء الدول، لأنهم مكانتهم واحترامهم. كلي نعلق على البيانات اللي صدرت من وزارة الخارجية الجزائرية حول هذه المسألة هذه، ونقول ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي أن العالم فيه 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، من 193 دولة واحدة كتعلق. علاش هاد الدولة ولأي سبب؟ هاد الدولة اللي كتقول بأنها ماشي طرف في هاد النزاع كتخرج بوحدها، ما سمعناش الاتحاد الأوروبي، ما سمعناش المجلس الأمن، ما سمعناش الدول. فهذا كيأكد الموقف اللي كان دائما المغرب كيقول حول الأطراف الحقيقية لهذا النزاع، واللي محتاج اليوم أنه المغرب هو اللي يوضحها. فهي كتفضح راسها بنفسها بأن اللي وسط المجتمع الدولي دولة واحدة كتعبر على هذه المواقف. هذا أكبر دليل. المسألة الثانية هي أن كان بيان لما فتحت القمر هذه واحد الشهر تقريبا، شنو كان التأثير ديالو؟ من بعد صدور البيان بعض الدول وقفات، خافت، قالت ما غنفتحوش القنصليات، أو لا كانت قمر. دابا راه كاينين أربعة هنا وجوج في الداخلة. هذا كيعني بأن المسار غادي، دعم المغربية الصحراء ما كيتأثرش بهذه البيانات وغيرها. المسألة الثالثة هي أن المغرب كان دائما عنده موقف واضح. لا دولة الجزائر عندها موقف من هذه القضية وموقف بهذا الشكل، يعني كتحرك وكتقول هذا، فكيخصها تجي تدافع عليه في طاولة المفاوضات باعتبارها طرف مباشر، وتحدد مواقفها ودافع عليها في إطار مفاوضات اللي كترعاها الأمم المتحدة. يعني هذا كيبين هذا التناقض الكبير بين خطاب كيقول هذا ماشي مشكلتنا وحنا ماشي أطراف، وما بين ما هو حنا كنعرفوا دائما اللي هو واحد تعبئة، واحد تحرك، واحد المواقف اللي كتأكد بشكل حاسم شكون هي الأطراف الحقيقية. هذا كيجري كذلك على هادشي اللي كتقول ديال كرة القدم بنفس الخلفية، ولكن نفس النتيجة. ما كنظنش بأن يعني راها مبرمجة وغادي تكون في الأيام، وبالتالي كاين الحقائق وكاين البيانات. يعني هاد القول بأن إفريقيا ماشي مع المغرب في قضية الوحدة الترابية، هذه من داك الليميت، داك الأساطير اللي كتقال. شنو هو الحقيقة؟ الحقيقة هي أن اليوم من 54 دولة إفريقية، أكثر من يعني 38 كتسحبات الاعتراف بهذا الكيان الوهمي. حوالي 40 دولة اللي ما كتأيدش هذا الطرح الانفصالي، وما كتأيدش الأطروحات ديال زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة. فإفريقيا تحدثت بالفعل، تحدثت بالمواقف ديال مختلف هاد الدول. اليوم هذا الحضور هذا مستوى آخر ديال ماشي فقط عدم الاعتراف بالكيان الوهمي، ولكن اعتراف بمغربية الصحراء. نفس الأمر داخل الاتحاد الإفريقي، نفس الأمر في كل المحافل الدولية. شفنا في اللجنة الرابعة لما اجتمعت في شهر أكتوبر كيفاش العدد ديال الدول الإفريقية اللي دعمت مواقف المملكة المغربية. إذن فهذا يعني الدينامية في إفريقيا هي دينامية في نفس الشكل الدينامية على المستوى الدولي، هي دينامية إيجابية لتأكيد مواقف المملكة المغربية. الأساسي اليوم هو أن ما عندقوش القنصليات غير في الدول الإفريقية، يمكن يكون دول أخرى من مناطق جغرافية أخرى، لأن كاين هناك دول اللي عبرات على الرغبة ديالها كذلك في التعبير على هذا الموقف.
فاحنا وهذه مناسبه باش نشكر السلطات المحليه اللي كتقوم بواحد الدور كبير في لان انتقال من الفكره ديال فتح قنصليات الى تحقيقها ما كان يمكن له يكون الا بدعم السلطات المحليه من السيد الوالي من الجهه من المجلس البلدي كلهم اللي تعاملوا بحس وطني كبير ومسؤوليه مع هذا المسلسل هذا. بالتالي فما تكونش غير افريقيا فاللي كيكتبوا البيانات غير يوجدوا البيانات اخرى للتنديد وبهذا بفتح هذه القنصليات. الديناميه ما تكونش غير افريقيا، الديناميه غتكون كذلك تشمل مناطق اخرى لان في امريكا اللاتينيه كانت واحد كاين واحد التطور كبير هاد يعني من فهاد الربع شهور الاخرى دولتين سحبت الاعتراف من امريكا اللاتينيه سلفادور وبوليفيا وجوج اخرين من الكاريب اللي كذلك اكدوا موقف سحب الاعتراف. فالديناميه وكاين مازال فاكيد ان غيكون دول اخرى اللي غتفتح قنصليات من غير افريقيا وخاصة من آسيا من أمريكا اللاتينية ومن غيرها. هذا كيجي باش يجاوب واحد الأسطورة أخرى اللي كتقال لا أحد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء. هذه سمعنا هذه الأسطوانة شحال من مرة، كل مرة كيقولوا لا أحد يعترف بمغربية الصحراء، لا أحد له عبر عن مساندته لسيادة المغرب على الصحراء. هادو اللي قالوا هاد الأسطورة خصهم يجاوبوا هاد الدول هادي اللي اليوم فتحات هاد القنصليات وعبرات على دعمها لمغربية الصحراء، خصهم يجاوبوا الدول اللي كتعبر ببيانات بمواقف واضحة بأن الصحراء مغربية. فاليوم التطور ماشي هو مساندة الحكم الذاتي، هذا تقريبا منحة دولي فيه عدد كبير من الدول بما فيها مجلس الأمن اللي كيمشي في هاد الاتجاه، ولكن الجديد اليوم وفق توجيهات جلالة الملك هو دعم مغربية الصحراء كموقف واضح من العديد من الدول سواء من خلال المواقف أو من خلال التصرفات بحال هذا فتح القنصليات. وهذوك اللي كانوا كيقولوا بأن لا أحد يعترف اليوم خصهم يقدموا الجواب حول هذه المواقف. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.